يرجى الانتباه، النداء الأخير إلى السيدات والسادة الكرام المتوجهين إلى بطولة كأس آسيا التوجه إلى الطائرة قبل إغلاق أبوابها. وهيك رح تبدأ رحلة منتخب لبنان للسيدات إلى سيدني أستراليا، ولكن قبل ما يبلش هالمشوار الطويل خلينا نشوف كيف كانت معنوياتهم. حضرين كتير منيح، خلصنا الكامب تابولنا وهيك إن شاء الله ما يكون مشوار متعب تنقدر نوصل لهونيك نرتاح تنبلش بالمشن تابولنا. I'm happy, excited and ready to just get there and start practicing and get ready for the games. كمشتني ستة وقالت لي يلا روحي وربحي. We're super excited. خلص يعني التحضيرات اللي عملناها هلا رايحين، بس انه بهدول ال 17 ساعة اللي حيمرقوا بس نروح عن جد كل شيء تمرنا عليه نحطه على الملعب وان شاء الله نعطي احسن ما فينا. رح ننسى هول ال 17 ساعة و it's gonna be something very nice يعني to experience. We're excited يعني to go play ونربح اذا الله راد. ايه منتني عم نحضر حالنا ل 14 ساعة طيران. 17 عن جد؟ اف ايه 17 عم نتمنى نخفى فيهم. 17 ساعة طيران لوصولهم لأستراليا، كيف تحضروا لسيدات المنتخب وكيف رح بقضوا وقتهم؟ جايبين معنا ورا، جايبين معنا كل شيء رح نتسلى. I sleep on the flight. Like I can't stay awake on flights. I don't know why. بحب اقرا وبكتب كثير، سو رح جرب انه اعمل هيك ضلي focused. لابتوب، كتاب، مشاية للطيارة وجاكيت. فعمي داونلود لجيمز وبوكس على تليفوني بلعب جرب، ما بنام بالطيارة صراحة والله ما بعرف، حطيت كل خزانة ومشيت ما بعرف، بتخيل من موفي لموفي ونضحك على الصبايا شوي. إن شاء الله باخد أكزيت سيت كرمال لي ساعة وإجري لأنه إذا لا مشكلة. ما تنسوا تتابعوا وتكونوا حد منتخب لبنان للسيدات بدءا من 26 حزيران بمواكبة مباشرة للمباريات على شاشة الـ LBCI.